أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بالمحامد كلها هو أهل للحمد وأهل للثناء وأهل للشكر وأهل للتقوى وأهل للمغفرة، والصلاة والسلام تامين دائمين بدوام ملك الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا في رحاب الإيمان، ومع هذه الحلقات الإيمانية حول الأربعين النووية. اليوم نقف مع الحديث اللي أخرجه الإمام مسلم، الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث قاعدة عظيمة في الدين ديالنا. قبل ما نبدأ ونفصلوا فيه ونبينوا في الأمور اللي مرتبطة به باش يتفهم قواعده على حقيقته، نتكلموا شوية على أمنا عائشة. أمنا عائشة رضي الله عنها راوية الحديث، هذه فقيهة النساء اللي قال فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خذوا نصف دينكم من هذه الحميرة. وإن كان الحديث في السند ديالو كلام، ولكن المعنى ديالو صحيح، لأن نصف الدين خاص بالنساء، أي ما يتعلق بفقه النساء. خذوا نصف دينكم، أي كل ما يتعلق بأمور فقه النساء، عن هذه الحميرة. وكانوا كيسولوا حتى في أمور أخرى. ولماذا؟ لأنها نشأت في بيت النبوة، لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فكنعرفوا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج المرأة الأولى ديالو هي أمنا خديجة رضي الله عنها، دوزت معاه 25 عام، 25 عام تزوج بها في عمره 25 عام، وتوفات في عمره 50 عام، وهي في عمرها لما تزوج بها 40 عام، وتوفات في عمرها 65 عام. فعاش معها اللب ديال الحياة ديالو، يعني ديك الفترة ديال الشباب وديال الكهولة القوية. ثم تزوج بعد ذلك السيدة سودة بنت زمعة، هذه كانت امرأة كبيرة، وتزوج بها باش تقابلوا بنيته اللي بقاو، وأم كلثوم رضي الله عنها ولالة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ولما انتقل للمدينة تزوج بالسيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، وهي يعني الزوجة الوحيدة اللي كانت بكر، تزوج بها صغيرة وبكر، أنا صغيرة. السيدة احنا كنعرفوا أن السيدة خديجة تزوج بها في عمرها 40 عام، السيدة السودة بنت زمعة تزوج بها امرأة كبيرة في العمر، سبق لها الزواج. أما السيدة عائشة رضي الله عنها فتزوج بها بقى شابة، ثم تزوج بها وهي بكر، ما معنى بكر؟ لم يسبق لها الزواج، عزبة، هي الوحيدة. جاء الزوجات ديالو كلهم سبق لهم الزواج، يا إما مات لهم الزوج يا إما تطلقوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا كبيرا، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ديال النبوة، وكانت كتعلم منه وكيعلمها وكيأخذها برفق ويظهر حبه لها، وكانت هي شديدة التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتغار عليه. لأمنا عائشة وروت يعني عدد كبير من الأحاديث من راويات المدينة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها فقيها، أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الفقه، إنه يعني قعدت في بيت النبوة تعلمت. كتروي هذا الحديث، هذا كتروي أمنا عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولما كيقولوا أم المؤمنين، فلأنها زوجة النبي وزواجه أمهاتهم،
أم عبد الله فقط عائشة كيتقال لها أم عبد الله لا، وربما يعني تقول أم عبد الله على ولد أختها أسماء عبد الله بن الزبير بن العوام، هي كانت خالته. رواة هذا الحديث هو حديث كما قلنا قوي في المضمون ديالو. أولا الكلام قليل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كلمة قليلة ولكن المعنى كبير، وهذا من البلاغة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يجب أن نستفيده حين نتحدث. لما نكون كنتحدثوا نستفدوا من هذا الحديث، هذا لما نكون نتحدثوا بمعنى أنه ما نقويوش من الهضرة، كلمة قليلة والمعنى واضح باين. فالذي يكثر الكلام أثناء حديثه مع الناس ويطيل عليهم هذا الفقه ديالو على قد الحال. خير الكلام ما قل ودل، وكما قال سيدنا عبد الله بن مسعود لذاك السيد اللي قال له، لان كان كيدير شي دروس كل يوم خميس، قال له وليدنا لو تحدثنا كل يوم او لو حدثتنا كل يوم، قال انما اخاف ان املكم وانما اتخولكم بالموعظه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه مخافه السامه. يعني كلام قليل واضح، قوه الاضرام. والذي يكثر الكلام بعض الاحيان الكلام ديالو كيكون فيه كلام ينسي بعضه بعضا. طيب، فاذا من احدث في امرنا هذا من للعموم، اي كل من احدث، كل انسان في الدين ديالنا المسلم احدث في الدين، كل من للعموم، كل من احدث في امرنا اي في ديننا في احكامنا ما ليس منه، جاب شي حاجه ماشي من الدين، ما فيها نص، لا نص عليها ولا اصل لها. فاذا كان كاين النص وكاين الاصل هذا غنشوفوا غنتكلموا عليه. مثلا من الامور اللي يعني كيجيبوها الناس وكيدخلوها في الدين، المرأة ملي كتموت تعتد على زوجها 4 شهور وعشر ايام، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 وعشرة، يتربصن بانفسهن معناها يتربص كيتوقفوا ما كيتزوجوش، معناها ما كتزوج ما كتخطب وما كدير السباب باش ما كتزينش، امتثالا لامر الله تعبدا وحزنا على زوجها، حدادا على زوجها 4 شهور و10 ايام بالحساب العربي. كيفاش كدير هاد المراه هاد الحد هاد الاحداد هاد تيقول لك راه واخده حق الله، حنا كنقولوا عندنا ديالنا كيفاش خصها دير. حنا العاده ديالنا كتلبس ديك اللباس الابيض، هذه عاده ماشي واجب ولا فرض، ولكن حنا خديناها علاش؟ لان اللباس الابيض دليل ديال التسليم، مسلم من امر الله تبارك وتعالى، القلوب القلب بيض، داكشي اللي قضى الله حنا راضيين به، هذا هو المعنى. وثانيا كيعرفوا الناس بان ديك السيده راه ما تلهزوش فما كيوقفوا يتقدموا لها بالخطبه. هذا هو هذاك اللباس غير حنا اللي درناه، المغاربه اللي درناه، والا في بلدان اخرى الناس كتلبس الكحل. واذا شنو العده؟ العده هي ان ما تزين، ما تزوق، ما تخطب، ما تزوج، صافي، وتبات في داره، في دار في بيت زوجها، تبيع وتشري، نعم الى عند البيع والشراء تمشي لها، موظفه تمشي لخدمتها، تمشي لخدمتها، طبيبه تمشي لخدمتها، تمشي لخدمتها، استاذه تمشي لخدمتها، تمشي لخدمتها، فلاحه كتخرج الجنه تمشي لخدمتها، تلبس اللباس ما لبسهاش ما بغاتش تلبس ذاك البيض، بغات تلبس ديالها العادي، تلبس اللباس ديالها العادي، تاكل معانا تاكل معانا، تشرب معانا تشرب معانا، تمشي للحمام تمشي للحمام، البلدي ولا الرومي، بالضوابط ديالو الشرعيه. طبعا احنا ما كنقولوش على شي حاجه اخرى، بالضوابط ديالو الشرعيه، ولكن الناس دخلوا في هذا الامر هذا انه ديك المراه تيخصها ما تشوف لا في المرايه داك التلفزيون ما تشوفوش، ما تضحك مع الناس، ما تدوي معهم، ما تذاكر معهم، بل كاين بعض الناس يقول لك تيديروا لها بيت بوحده وبداو يدخلوا لها الماكله ديالها يحطوها لها في الباب، ولينا في واحد الحاله ديال زعما. وتيقول لك من الدين،
بل أكثر من ذلك، السيد ديالها يالله كي مات وهي مسكينة مقصحة من جهته، تقول لها ها هو غسلوه، دخلي عنده هو في الكفن، دخلي عنده واحد البانيو واغتسلي، اغتسلي قال لك قدامه اغتسلي، باش كتعطيه العهد. العهد ديالاش؟ اش من عهد؟ ما تزوجش، من حقها تزوج، ما تزنيش، هادشي هذا معروف اصلا معاه ولا مع غيره لانها مسلمه. فاذا الناس كتدخل شي امور وكتعقد الدين، فيه ساعه وفيه رحمه. احنا هذيك السيده هي مسكينه معقوره، عاد نزيدوا لها. او لا يجي شي واحد يقول لنا سيدي احنا هذا رمضان هذا في الصيف نحولوا ما نصوموش في رمضان، نخليو تيجي الشتاء عاد نصوم، الا جانا الصيف في رمضان ما نصوموش. معنى اذا احدث في امرنا ما ليس منه، ما ليس منه. اما اذا احدث في امرنا ما هو منه، اي ما له نص او ما عليه نص وما له اصل، فهذا لا باس به. اذن من احدث في امرنا ما ليس منه، اذن امرنا في ديننا في احكامنا ما ليس منه، اي ما لا نص عليه وما لا اصل له. بعض الاحيان كتكون امر ما فيهاش النص ولكن كاين الاصل، كيف كنا نستخرجوا منه، وهذا الدور ديال العلماء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء، الا انهم لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وفير. العلماء كاين ظروف المسائل، كاين ظروف الظروف ديال الناس، كاين ظروف الاحوال ديال الناس، وكيخرجوا امور لها اصل في الدين ماشي بعيده عن الدين. اذا ما ليس منه، اذا جاب شي حاجه ماشي من الدين فهو رد. ما معنى رد؟ مردود، رد اي مردود غير معتد به، باطل. إذن هذا ما يتعلق بالحديث المعنى ديالو، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يدير شي تكاليف شرعية الناس ما ويجيبها من عنده من ديت الرسول، لا، هذا مردود باطل، كأن يحرم الحلال أو كأن يحل الحرام، يحلل الحرام. الحديث بقي إن شاء الله بعد الفاصل، فتابعونا. من أجل فهم سليم لمقتضيات مدونة الأسرة، من أجل تبسيط الإجراءات القانونية والإجراءات الإدارية الأسرية، من أجل ترشيد الخلافات الزوجية وتحقيق الاستقرار الأسري، تابعونا في برنامج إضاءات حول مدونة الأسرة. عدنا والعود أحمد، رجعنا كما يقول سادة العلماء. إذن فهمنا الحديث، من أحدث، كل من أحدث، أي واحد دخل في الدين ديالنا داك الشيء اللي ما منوش، لا أصل لا, لا, لا نص عليه، ما كاينش النص من القرآن أو من السنة، وما ولا أصل له، ما كاينش شيء، ما مبنيش على شيء أصل من أصول ديال الدين ديالنا، فهو رد، مردود عليه به. كأنه يجيب شي تكاليف الناس ما والله ما كلفناش بها، وديرها وبغي يديرها هو، او اللي يبغي يحل الحال الحرام او يحرم الحلال، مردود عليه، باطل. هذاك العمل اللي دار باطل. ولكن اذا كان هذا الامر ما عندوش لا نص عليه ولكن له اصل في الدين وحدته العلماء وردوه واحد السنة حميدة، بحالاش مثلا كتابة المصاحف. كتابة المصحف ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر الصديق، حتى كثر القتل في القراء اللي كانوا عند المسلمين، الحفاظ اللي كانوا حافظين في المعارك ديال الحروب ديال الردة، جاو عند سيدنا أبو بكر الصديق الناس قالوا له هو خليفة المسلمين، قالوا يا خليفة رسول الله راه القراء راه ماتوا بزاف، راه القران غادي يضيع، اشنو غادي ندير؟ قال له ودي نكتبوا المصحف. قال له ما يمكنش ندير واحد الحاجه ما دارهاش النبي صلى الله عليه وسلم، اذا ها هو امر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بقاو كيقولوا دوي معاك، يقولوا دير هذه فيها المصلحه للامه،
فيها مصلحة القرآن، هذه وسيلة من وسائل حفظ القرآن الكريم. فما زالوا معه، وهو واحد المجموعة ديال الصحابة، سيدنا عمر مجموعة الصحابة، حتى اطمأن قلبه إلى ذلك الأمر وجمعوا كاع فين ما كان شي حاجة كي المصحف يعني اللي تكتب في 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 جذوع ديال الأشجار، في الليخاف، في الجلود، في الأوراق، جمعوا كاع داكشي كامل. والناس اللي حافظين درجنا فيها أبي بن كعب وزيد بن ثابت، واحد المجموعة من الصحابة من الحفاظ، وبداو كيقلبوا تجمعوا المصحف وخلوه عند السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها. فعاد سيدنا عثمان بعد ما دار سيدنا أبو بكر الصديق توفى، ولا سيدنا عمر بن الخطاب 10 سنين أخرى، فعاد سيدنا عثمان تسعة الرقعة ديال 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 العالم الإسلامي، بداو الناس كيقراو وكيختلفوا في القراءة، كل واحد كيقرأ. فسي الناس مشاو لعند سيدنا عثمان قالوا له أدرك الأمة في قرآنها، راه الناس اختلفت اختلاف كبير، ولا كنا غاديين راه غتضيع معالم ديال القرآن الكريم. فجمع نفس اللجنة وجاب المصحف اللي داكشي اللي تجمع عند السيدة حفصة، وبداو تكتبوا تجمعوا المصحف، وهو اللي المعروف الآن بالمصحف الإمام أو المصحف العثماني. ووزعوا 12 نسخة توزعت على أرجاء العالم الإسلامي في ذلك الوقت، وعليه تبنت المصاحف إلى اليوم عند أهل السنة والجماعة. هذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دار. وقياسا عليه احنا في بلادنا العلماء ديالنا من أهل الله، من العلماء الربانيين اللي كانوا كيعيشوا مع الأمة الواقع ديالها وكيعرفوا الحال ديالها، رأوا أن يجمعوا الناس على قراءة الحزب جماعة، ما يسمى بالحزب الراتب. عدد ديال الناس كيتكلموا تيقولوا هذه بدعة، عاد ولا هذا الشيء هذا، يعني تقريبا أنا هذا الشيء كنسمعوا من يعني أواخر السبعينات وبداية الثمانينات وغادي، ولكن تقوى دابا والناس كدوي، عدد من الناس كدوي العلم ما كاينش. ومن ما كيكونش العلم كيولي كتولي الهضره. أنا ما كندويش على العلماء اللي عندهم رأي، لا، أنا كندوي على الناس اللي غير كداك، لا راه بدعة راه بدعة غير كاك، كندويش على الناس العلماء اللي عندهم هذا، هادو على راسي وعلى عينيا. أنا كندوي على الناس اللي ولا كلشي كيدوي. وتمشيو تقول لهم لا ما تقراوش الحزب جماعة، واحد الناس لم يستحضروا الظروف اللي دار في هذا الأمر هذا. وعلاش؟ وما هو الأصل؟ نبدأ بالأصل هو الأول. الأصل ديال القراءة الجماعية هي القرآن نفسه، القرآن وردت فيه الآيات اللي فيها القراءة، الأمر القراءة الجماعة، فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن، الذين يتلونه حق تلاوته. يقول لك ودي هذيك فقرأوا، فليقرأ كل واحد منكم مزيان، ولكن تحتملوا أيضا يقرأوا جماعة. وما دام الاحتمال واجد علاش ما ناخذوش به؟ ها واحد الذين يتلونه، تقول لك ودي كل واحد يتلوه، إيه، ولكن كاين الاحتمال أنه يكون معناه حتى الجماعة، خصوصا وأننا عندنا آيات فيها القراءة الفردية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، هذا الفرد، ورتل القرآن ترتيلا. فإذا كاين الخطاب للفرد خاصة، وكاين الخطاب للجماعة، فقرأوا ما تيسر من القرآن الذين يتلونه حق تلاوته. وكاين واحد الصيغة أخرى مبنية للمجهول تحتمل يعني القراءة الفردية والقراءة الجماعية، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا قرئ فردا، وإذا قرئ جماعة، وإذا قرئ يعني حضورا، وإذا قرئ يعني في الكاسيت، يعني في الراديو، في الأشرطة، تسمع
القرآن كي تقرأ يستمع، قرئ فعل مبني مجهول، قرأه أحدهم أو كان يقرأه جماعة، هذا إذا هذا الأمر الأصل عندنا هو هذا، أننا الأصل هو قراءة القرآن، الدعوة إلى قراءة القرآن فقرأوا، إذا هذا الأصل. إيوا على هذا الأصل بنوا الناس واحد القضية، يقولوا دي إحنا عندنا يعني باش الأمة يعني السنة باش تلتزم بالسنة في قراءة القرآن، أنها على الأقل تختم القرآن مرة في الشهر. فكانوا كيجمعوا الناس بعد صلاة المغرب كيقراوا حزب، وبعد صلاة الفجر بعد صلاة الصبح كيقراوا حزب. آخر ما نقوم به قبل أن ندخل إلى بيوتنا قبل ما نصلوا صلاة العشاء كنقراوا حزب القرآن الكريم، ونقعدوا للذكر ونقعدوا للدرس ونقعدوا ونصلوا العشاء ونصلوا الشفع ونمشوا لديورنا ونصلوا ديك الساعة ما تبقى ونديروا الوتر. فآخر ما نفعله هو أننا نقرأ القرآن جماعة، وهذيك القراءة جماعة كما قلت لك لها أصل ولها فائدة، اللي هي شنو هي؟ وأننا نجمع الناس على قراءة القرآن الكريم. اللي حافظ بحال الطلبة ديالنا الله يبارك فيهم يتعهدون حفظه كيزيد صواره، اللي ما حافظ شيء وكيعرف يقرا من المصحف كيقرا وتستقيم قراءته، ثم مرة بعد مرة بالتكرار يصبح حافظا. واللي ما ما حافظ شيء وما كيعرفش يقرا كيتسنط، وبالإنصات اليوم على غدا اليوم على غدا اليوم على غدا كيحفظ القرآن الكريم. وقد رأينا أناسا حفظوا القرآن الكريم غير بالسماع، وكيرددوا معنا من كنا كنقراو كيرددوا معنا وما قاعدين، وناس أمي لا يعرفون القراءة والكتابة، فهذا كله من بركة القرآن الكريم. هذه واحدة. الأمر الثاني، عندنا 50,000 مسجد في المغرب ولا أكثر، مور المغرب كيتقرا فيها 50 حزب، 50,000 حزب، ومر الفجر 50,000 حزب، ومرة في الشهر 50,000 سلكة ختمة. هذا ماشي خير، هذا ماشي تحصين. خلي داكشي اللي كتقرا في المدارس العتيقة، خلي داكشي اللي كيخرجوا الناس ديال الزوايا. فاحنا كاع داك الخير نبداو نسدو عليه ونقولوا وندخلوه في هذا الحديث، هو ليس من أبدا، لأن له أصل. الأصل اللي هو إيش؟ شنو معناه؟ شنو؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا الذين يتلونه حق تلاوته. هذا 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 خطاب للجماعة، يحتمل فقرأوا فليقرأ كل واحد منكم، ولكن يحتمل أيضا اقرأوا غير شنو هو اللي مطلوب، نقرأوا بالترتيل. وحنا المغاربة تعلمنا هذه القضية، هذه كتمشي لأي مسجد كتلقى الناس كيقرأوا بصوت واحد وبنفس واحد، والفقيه الإمام الجمع هو اللي عنده الميزان. حين ينعدموا هذا كنحبسوا. علاش كنحبسوا؟ لأنه كنوليو كنختلفوا في القراءة. ولكن حنا تدربنا على هذا الأمر هذا في مساجدنا، ولينا كنقرأ القرآن بصوت واحد، رغم أننا أصوات متعددة، بنفس واحد في البداية في الوقف في المدود وفي الختم، واحد طريقة رائعة جدا. حتى ولات عندنا يعني قراءات مختلفة من جهة لجهة، الصياغ سوس في الجبالة في الغرب في الفلالة كل منطقة، أولاد حمار الشرق كل منطقة، ولكن قراءة بنفس واحد ومضبوطة، والودن كتسمعها وكتمشي. الناس كيقعدوا في الجمع كيتصنطوا، تتنزل عليهم الرحمات. إذن هذا ليس هذا الأمر هذا ليس بدعة، وبإذن الله تبارك وتعالى على حسب النية ديالنا والقصد ديالنا من القراءة، إذا خلصت النية وكان العمل نقصد به الله فإنه بإذن الله تبارك وتعالى غير مردود. أيضا كاين قضية أخرى تيترت فيها بزاف ديال الكلاب وتيقولوا بأنها بدعة، مصاحبة الجنازة بالذكر. هذا الأمر تحدث فيه علماؤنا وكتبوا فيه ما بين مجيز ومانع. المجيز اش كيقول لك؟ تيقول لك اودي حين ينشغل الناس بذكر الله اثناء حملهم الجنازة، من كيكونوا غاديين بالجنازة وكيذكروا الله
كيقطعوا الكلام ديال اي واحد في شي حاجه اخرى. وهذا كان كتقول الروايات انه كان داب الانصار، حتى الانصار كانوا كيديروها. ولكن حنا نمشيو مع الناس اللي قالوا ان هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مزيان. كيفاش كانوا كيمشيو مع الجنازه؟ كيمشيو ساكتين، مزيان، مشيو معكم. ايوا حنا العلماء ديالنا لاحظوا بانه الناس كيمشيو مع الجنازه وما كيجيو في امور الدنيا ويجيو في امور، فكانوا كيقول لهم اذكروا الله، بمعنى ان القلوب ديالكم قصات، انتم هازين الجنازه وكديو في الدنيا فاذكروا الله. ولكن الناس ما تفاعلوش مع الدعوه ديال العلماء، فالعلماء بداو هما كيذكروا، هما كيقولوا اذكروا الله بقلوبكم، ان الموت يدفعك الى ذكر الله بقلبك. ولكن ملي كتكون انت غادي مع الميت وكتدديو في امور الدنيا وتلعب بالبورطابل امور اخرى قبل ما يكون هذا الشيء ديال الهضره، فالناس العلماء قالوا للناس اذكروا الله بقلوبكم، فلما راوا انصرافهم عن هذا الامر ولو كيذكروا الله بألسنتهم، وذكر الله باللسان يحيي القلب ليذكر الله، وذكر الله بالقلب يدفع اللسان الى ذكر الله. فهذا هو المعنى، بمعنى الحاجه اللي عندها اصل في الدين ديالنا، ودرنا واحد السنه حسنه راه فيها الخير، فمن سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيئا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الى لقاء اخر، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.